وباء كورونا أثقل كاهل العوائل العراقية المتعففة، فيروس تسبب بشلل كبير للكثير من القطاعات الاقتصادية العراقية. فبالحديث عن الاقتصاد العراقي قبل الأزمة الصحية التي سببها هذا الفيروس، فقد كان ضعيفا بل يرثى له، لا مصانع لا استثمارات، تحتوي البطالة الكبيرة في البلاد. مصدر العمال في بغداد قبلة الفقراء الذين يبحثون عن قوت يومهم، شباب كثيرة كانت تجلس على أرصفة ساحة الطيران في بغداد للبحث عن من يستأجرهم لأداء عمل معين يكسبون منه قوتا يعودون به إلى عوائلهم. قد يجدون عمل يوم أو قد يمضون أياما دون عمل، كما هو الحال بعد انتشار وباء فيروس كورونا. والله العظيم ملينا، عمل هاي الدولة كش ما فرط لنا بالبطاقة التومانية ولا هاي الساعة بالخمسة الصبح، واليوم يشتغل على مود 10,000 15,000 نجيب لنا علاقة للبيت، ولو بالدولة تركض وراني تعب 120 تعطي 120 ما يجيب، هون اشتغل عمال من الصبح اللي جاء على مود 10,000 15,000. هي لو فرط لي هذا البطاقة التومانية تعطيني نقول 25 50، والله العظيم ولا اطلع اظل بالبيت قاعد 40 ساعة، بس هي العيشة تطلب هيك. شلون ابغى الحالة احنا جايين نشتغل عمال هنا، فجايين على شغل، كل ما نريد نطلع على شغل اخويا ما جميعهم يتفقون على أن حظر التجوال ضرورة لا بد منها، إلا أن الحال المزري لهم وصعوبة معيشتهم وعدم توفر راتب من الرعاية الاجتماعية جعلهم يكسرون حظر التجوال، ويعود عدد منهم للجلوس في هذا المصدر عسى أن يلقوا لقمة عيشهم. فلو تكفلت الرعاية الاجتماعية بتوفير راتب شهري في هذه الفترة فقط وإن كان راتبا بسيطا، لما اضطروا لمواجهة خطر هذا الوباء. هنا كان يجلس كسبة القوت اليومي في مصدر العمال في ساحة الطيران للبحث عن قوت إما أن يجدوه أو يعودوا لمنازلهم وعوائلهم من دونه. في أزمة كورونا تدهورت أوضاعهم وباتوا محجورين في منازلهم، لا معين لهم ولا راتب شهري يعوض عنهم ما فاتهم، ليضطر عدد منهم للخروج كاسران حواجز حظر التجوال. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.